المرأة التي تربي مثل زينب وأم كلثوم صلوات الله عليهما، إحنا ما نحتاج إلى هذا النموذج. فاطمة صلوات الله عليها في حياتها العائلية، فاطمة صلوات الله عليها في حياتها مع زوجها، فاطمة صلوات الله عليها في تعاملها مع أبنائها، فاطمة العالمة، فاطمة المجاهدة. جاهدت. الآن بغض النظر عن الإمامة، المعصومون كانوا المجاهدين ضد الطغاة وضد الحكومات المستبدة، يعني بعبارة أخرى كانوا قلاع الحرية أئمة أهل البيت والمعصومون صلوات الله عليه. إحنا في الواقع نحتاج إلى عرض هذا النموذج في بلادنا، في عوائلنا وللعالم.